يا مرحبا ابو راشد. ما عندي وقت. وين ساير؟ ساير جست ستون. وش عندك في جست؟ اركب احجار طابق صناعية. وموقعهم وين؟ موقعهم في العين مقابل المركز الشرطة القديم. شغلهم طيب؟ لو ما طيب ما تشوفني هنا. ما عندي عندهم عروض طيبة. فخذ من قدام الباب. خذ من قدام الباب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ خير الله يسلمك. جاي اركب معكم حجارة. اهلا وسهلا فيك. شغلكم كيف؟ تمام. مين انا بدون لا هذا كل هالناس تثني عليكم بالخير. يا حياك الله. مكتب شيء خصوميات ولا ما شيء خصومات؟ اكيد بالله. انا باني بيت. نعم. شو تنصحني من حجارتك؟ نحن بننصحك بالحجر الصناعي. هذا صناعه محليه ان شاء الله بجوده عاليه. بالنسبة للديزاينات اللي تباها والألوان اللي تباها كلها ياتها موجودة. أهم شيء مضمون؟ أكيد ضمان 20 سنة على الألوان موجودة. أها. وفي خصم؟ وفي خصم 20% طبعا حجر صناعي وجي آر سي. ترى أنا مكلفني البيت ترى باني إنه أهم شيء. أنا سمعت الخصم وياك. الأمور طيبة أساسا إن شاء الله بتاخذ جودة ومتابعة مع التنفيذ إن شاء الله. أنت باني بيت؟ استغفر الله. انا بيحسدوني فهد. انت انا ما باغي اطري بعد. انا جبت العيد تكلمت قدامه. الضمان 20 سنه ان شاء الله والخصم 20% اكيد لكل من يجي من طرفنا. لا اي حد بيجي من طرفكم ان شاء الله. زين بنشوف انواع الحجاره الموجوده اللي تبع من الديزاينات والتصاميم. عندك المعرض موجود كله هون. وهي بالنسبه عينات من الالوان اللي بيختار اللون اكيد بيعتمد اللون وبيوقع عندنا يعني منه. الديزاينات كلها موجودة. الحجر الصناعي الديزاين اللي تباه ما في مشكلة. الديكورات بالنسبة للبرامبيتات بالنسبة للدرايش بالنسبة للديزاينات كلها كاملة موجودة. أبا أشوف شغلكم. ما اشتغلتوا لفلة؟ اشتغلتوا لبيوت؟ أكيد موجود إن شاء الله. هلأ المصمم بخبرك إن شاء الله. صورة بيتي لا تراوى. أكيد خلاص ما في مشكلة منخبيها. الأمور طيبة. لكن نبنشوف بعض التصاميم اللي أنتم صممينها. خلاص الحين إن شاء الله بكلمك غيث عن التصاميم كلها وراويك إن شاء الله عدد من التصاميم اللي نحن اشتغلناها ونفذناها. هذه بعض التصاميم اللي هم نفذوها. نعم عندنا هاي الفيلا طبعا. نحن اول ما يوصلنا الملف مخطط الفيلا مالك نسوي منظور ليلي ونهاري ان شاء الله على اساس تشوف الفيلا بحلتها بالنهار وبالليل ان شاء الله. زين. وفي اقتراحات وايد نقدمها ان شاء الله. نرسل لك عده تصاميم لو في تعديلات نعدلها ونرد نرسل لك اياها لين تعتمد التصميم اللي يناسبك. يعني انت وصلهم المحل وهم يسهلوا لك الوضع. يراووك بعض التصاميم. يراووك تصميم ليلي يراووك تصميم في النهار يخلوك تشوف يخلوك ويسهلوا لك الوضع كامل. انا الحين ليش جاي المكتب يا بشوف بعيني ويعطوكهم اقتراحاتهم بعد. يزيد منه نقص منه سوى منه ما يقص عنده. غير غير هاي الفيلا غير وايد فيلا هاي بسنه 2022 نفذناها وعنا بسنه 21 وايد في صور. يا سلام. طبعا هذه الفلل هذه كلها من تصاميمهم وهم اللي نفذوها. نعم. تصاميم وشفناها. نعم. الحين ابغاك تشرح لي عن الديزاينات اللي معكم. تمام اخي علي. بالنسبه للديزاينات عندك الديزاينات اللي تباها. بالنسبه للحجر الصناعي كل شيء سهل. التصاميم بالنسبه للديزاين اللي يعجبك نعمل له قوالب ونسوي له حتى جي ار سي ولا حجر صناعي ولا ديكورات شو من كانت كلها بتتصمم. بالنسبه للهاندريلات بانواعها البوكسات الفوانيس الاعمده كلياتها موجوده. عده انواع للهاندريلات القياسات تبع الاعمده كلها موجوده. التيجان الفوانيس بالنسبه للحجر بالوان وكل عينات الوان واللون اللي انت تباه بيطلع ما في عندك اي مشكله. هاي الديزاينات كلها موجوده عندك. الديزاين اللي تباع من الحجر الاسلامي المغربي هون عندك. الديكورات اللي بتركب البوردرات ديكورات الشبابيك الاسنان القفوله هون. الديكورات اللي بتركب فريمات شبابيك كلها بالحبه. التيجان والطماشير عندك. البرابيتات بانواعها الاسنان الطرق الجديده هلا بحبوا يسووا اللايتات بالنسبه للاضاءه المخفيه على البرابيت هاي في منها موجوده. عروق النباتي هي كلها باشكالها موجود منها وعده تصاميم حتى يعني موجود. حتى اللي تباع جديد او في فكره جديده موجوده عندك كمان سهل ننفذها. خلصنا من ديزاينات البيت الخارجيه وكل حاجه. الحين تعرف وين بنمشي؟ بوديك ايوان الملكيه. وش عندهم هنا؟ التشطيبات الداخليه مال البيت. تعال يعني مره جنب محلهم مطابقنهم. تدخل ده المكتب ده المكتب. طلعنا من جست ستون ودخلنا على الايوان الملكي. هذا الجماعة متخصصين طول بعمرك في التشطيبات الداخلية مثل الأبواب المطابخ. بناخذ كل التفاصيل عندهم موجود.
التصاميم الخارجية في جسستون اللي يمكن. ممتاز. الحين باري أكمل الإضافات الداخلية للبيت. حبيب. مثل بيبان، مثل جامات، مثل مطبخ، ما مطبخ، كل التركيب. أعطيك كل التفاصيل. حبيب. ما عندك مشكلة. عندنا الأبواب اللي هي الدبل بي سي شبيهة الخشب. لا تتضرر من الرمة ولا تتضرر من المية ولا تتضرر من كل شيء. تعطوهم ضمان على هالشيء؟ ضمان 10 سنوات. ما في مشكلة. لا تتأثر بأي شيء. لو تشوف تصميم مثل تصميم الخشب، حتى الفريم الداخلي الخارجي، الهندل ماله، مفصلات ماله، نفس الشيء. حلو. في عندكم خصم؟ أكيد طبعا. أبى أسمع الخصم. كم؟ هذا ب 1500 من الحين ليكم أنتم 1250. مرة الله وياك. عطني وش موجود عندك غير الأبواب؟ طبعا أبواب وايد ديزاينات موجودة عندهم. شوف هذه بعض الديزاينات. انت اختار الديزاين اللي تباهم بيسووا لك. كل الديزاينات الالوان، هذه الالوان متوفره من بيبان الغرف الحليين على دورات المياه. اهم شيء الخصم. اهم شيء حبيب، بدون خصم ما طاح. عندنا الابواب اللي هي اليو بي سي، الماركه المانيه. اوكي. الضمان كم؟ 10 سنوات على الماي، على الرمه، على الرمه، على المي، على كل شيء. صناعه المعماري مصنع هنا، لكن ما تغير كله جاي من المانيا. وهذا اوكي. هنا الديزاينات الشيتات تختلف، كل ديزاين يختلف من الثاني على حسب الديزاين اللي هنا. باب، الباب من 1400 1200 شيل شيل. يا سلام على 1200 وشيل شيل. طبعا ديزاينات وايد موجوده عندهم من البيبان، ان بغيتوا للدورات المياه عزكم الله، وان بغيتوا للغرف موجوده، وكلها عليها ضمان وكلها عليها خصومات. اصلا من البيبان ابغيك تراون الاشياء، النوافذ اللي معك. حاضرين يا الغالي. عندنا الدرايش اللي هي النوافذ اليو بي سي، تفتح فتحتين الغالي. اوكي. هذه فتحه، وعندنا هذه الفتحه الثانيه. طبعا في نماذج ثانيه من النوافذ موجوده عندكم؟ موجود نعم، كله موجود على حسب طلب العمل. وش يبى انت توفره؟ فايندنج موجود، فتح للخارج موجود، كل وهذه النافذه في عليها خصم؟ عليها خصم الغالي. ابى اسمع الخصم. من 620 اللي هو صناعه المعماري الماني، اوكي، لين 570 وشيل شيل. نعم، هذه النافذه طبعا تفتح فتحتين، ان بغيت تطول بعمركم هذه الفتحه ها، ولا ان بغيت الفتحه الثانيه عاد تتنقى واختار. وهذه انواع الزجاج الموجود عندكم. تعال توصل المحل وتنقى الزجاج اللي بخاطرك، ومالك الا طيبه الخاطر ان شاء الله. وهذه طبعا الاكسسوارات اللي تركب في النافذه، كلها اصليه وكلها عليها ضمان. ممتاز. يا سلام. الزجاج لا يدخل ماء، لا يدخل هواء، ولا ينكسر ولا شيء. ممتاز. عليك بالكارتينول. هذا هو الكارتي كارتينول. يا سلام. اوكي، الكارتينول اللي هو الفريم ليس، الزجاج بيجي من الخارج كامل، يبين معك جامه كامله. اوكي، عليه قواطع من السيليكون الاسود الامريكي. ممتاز. نوعيه الالومنيوم اللي هي نوعيه الجرير. اوكي. سماكات كبيره 2.5. يعني نفس مواصفات اللي طالبوها الاستشاريه كلها. اوكي. نوعيه الزجاج اللي هو يكون دبل زجاج معزول حراريا. هذا الزجاج دبل دبل جلاس. نعم، معزول حراريا. معزول ها؟ نعم. ما تجينا الشمس. في عليه خصم؟ في عليه خصم الغالي. حاليا مخصمين عليه بالنسبه للمتر ماله 550، حاليا على 500 درهم وشيل. خلصنا من البيبان، خلصنا من النوافذ، خلصنا من الزجاج، الحين ابغيك تعطوني عن المطبخ. حياك، شرفتنا اليوم. عندنا المطابخ اللي هي فل الومنيوم من الصوبين كامل الومنيوم، ضمان عليها، ضمان 10 سنوات، لا تخاف من الضمان. الخصم موجود؟ موجود الغالي. يلا كم؟ 1250 تعطيك 1100 المتر على سعر المتر. يا سلام. ممتاز. بالنسبه للكهربائيات غير طبعا، تعرف الموضوع. الاحواض الكهربائيات انت تشتريها بروحك، احنا نركبها. الله يسلمك. ما في اشكاليه فيها. حتى السلال، سلال البهار، عندك السوبر ماركت اذا بغيت، يعني كل شيء متوفر. يا سلام. بالديزاينات اللي انت بدك. هذه بعض النماذج الموجوده في المحل، انت اوصل اي ديزاين انت تباه للمطبخ، بس انت خبرهم التصميم وخبرهم الديزاين اللي انت تباهم بيسووا لك. المطبخ وخلصنا منه، الحين باغي انك تعطاني الكباته اللي معك. موجود الكباته. يا سلام. بجميع الالوان، جميع الديزاينات متوفره. عندنا الخشب التايلاندي افضل نوع حاليا في السوق. في عليه خصم؟ موجود الخصم الغالي. في ضمان؟ موجود. انا ما بغيت اللون الابيض. وايد الوان فيه، وايد ديزاينات والوان متوفره عندهم. شوف طول بعمرك، هذه الالوان الموجوده عندهم في المحل، وحتى ان بغيت الزجاج موجود. يا سلام.
نعم هذا الزجاج يقول لك ان بغيت تركب حتى ركبات بالزجاج هذا الزجاج المتوفر عندهم ويعطوك عليه ضمان. ضمان موجود خصم 10 سنوات خصم موجود. يا سلام انت وصل بس وصل المحل ان شاء الله وما لكم الا بيضل بتحصلوا هالديب انتظركم وما بيقصر عندكم ان شاء الله. تبنى بيت متعايق كيف ديزاين